قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. ما الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ تبدأ الجملة الاسمية باسم والجملة الفعلية تبدأ بفعل. أحسنتِ. لقد مللت من مذاكرة اللغة العربية يا أمي، التاريخ أكثر إمتاعاً. لا بأس يا نورة، خذ استراحة، ولكن انتبهي، كل المواد مهمة، اللغة العربية والتاريخ والعلوم والرياضيات كلها جيدة ومفيدة، لكن التاريخ به قصص ممتعة. بالتأكيد، ولكن عندما تدرسين اللغة العربية مثلاً ستعرفين معاني الكلمات، والعلوم بها معلومات مدهشة، والرياضيات كذلك تدفع العقل كي يعمل بكل قوته. ألا يمكن أن أحب مادة أكثر من أخرى؟ لا بأس طبعاً، فلكل منا ميول وهوايات وقدرات تختلف عن الآخر، لكن يجب أن يكون لدينا معلومات عامة عن كل شيء. حسناً يا أمي، هل أذهب لأستريح الآن؟ نعم يا حبيبتي، خذي استراحة ثم عودي إلي. أبي، هل يمكن أن أستعير كتاباً من مكتبتك؟ بالطبع، هذا يسعدني، ولكن أعيديه إلى مكانه عندما تنتهين. بالطبع، شكراً يا أبي. ما هذه الجملة الغريبة؟ وما معناها؟ أبي مشغول في عمله، سوف أسأل أمي. كنت أقرأ في كتاب التاريخ هذا ثم استوقفتني جملة لم أفهم معناها. ما هي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو مؤسس التقويم الهجري، وفي عهده بلغ الإسلام مبلغاً عظيماً. ألا تعني مبلغاً عظيماً؟ أي مبلغاً كبيراً من المال؟ بل تعني هنا أن شأن الإسلام قد ارتفع في عهده، وأصبحت دولة الإسلام قوية. أرأيت يا صغيرتي، احتجنا إلى اللغة العربية كي نفهم معنى الجملة، ألم أقل لك إنها مهمة حتى لدراسة التاريخ وغيره من المواد؟ نعم يا أمي، معك حق. لغتنا العربية قد شرفها الله بإنزال القرآن الكريم بها، وحبنا لها من صميم حبنا لديننا وعقيدتنا. أعدك أن أهتم بمذاكرتها أكثر، ومنذ الآن سأعيد كتاب التاريخ لمكتبة أبي وأعود فوراً.